فيلم أندر باريس. قرش طوله قد طول الحوت مرتين، بيدخل مدينة باريس وبيتكسر القرش ذاتيا جوه نهر المدينة، وبيعمل جيش كامل من القروش بيخلصوا على المدينة. بيبدأ فيلمنا وسط المحيط الهادي مع مركب عليه مجموعة من علماء البحار، وبنشوف إن في المحيط قمامة كتيرة جدا، وده كله بسبب البشر والتلوث اللي بيعملوه في الشواطئ والمحيطات. بنشوف قائدة المركب صوفيا، وبيكون جوزها كريس بيصورها فيديو لأنهم بيعملوا بحث عشان يقدموه للمسؤولين عشان يوروهم إن الحياة البحرية بتتدمر بسبب التلوث ده. فجأة بيجي اتنين من الطاقم بتاع المركب، بيكون اسمهم خوان وحبيبته جاي، بيعرفوهم إنهم لقيوا إشارة من جهاز الاستشعارات عن سمكة القرش اللي كانوا بيراقبوها من فترة. فخوان وكريس وواحد تاني من الطاقم لبسوا بدل الغطس عشان هينزلوا للمية يدوروا على القرش، وفعلا بينطوا في المية، وبتديهم صوفيا تعليمات من فوق يمشوا عليها. المجموعة بتفضل تبص حواليها في المية لحد ما بتلاقي حوت ميت وحاجة مخلصة عليه، وبيقرب كريس من الحوت وبيلاقيه معضود عضة كبيرة جدا. فجأة بتعدي سمكة قرش كبيرة جنب كريس، لكن كريس لحق نفسه ورجع لورا قبل ما يتاكل. فجأة بيتلم أسماك قرش كتيرة جدا حوالين المجموعة، وبيكون تركيزهم على جسم الحوت. فكريس قرر إن هو والفريق يتراجعوا بعيد عن القروش عشان ما يتأذوش، وجايد من فوق في غرفة التحكم مع صوفيا عرفتهم إن الإشارة بتقرب منهم جدا. فجأة كريس وإخوان بيبصوا قدامهم وبيتصدموا لما بيلاقوا سمكة قرش عملاقة، وبيكونوا مطلعين عليها اسم ليليس لأنه أنثى. وفي غرفة التحكم البنتين كانوا هما كمان مصدومين من حجم وطول القرش، واللي بيكون 7 متر، ودي مشكلة لأن من شهرين بس حجم القرش ليليس دي كانت 2.5 متر بس. قالت صوفيا لكريس إنها عايزة عينة من جسم ليليس، دم أو لحم منها. فبيقرب كريس من القرش وبيضربه بالسهم في بطنه، فبيتعصب القرش جدا وبيعوم بسرعة جدا في المية. ومرة واحدة القرش بيرجع وبيلف حواليهم وبيرعبهم. فجأة ليليس بتهجم على المجموعة وبتاكل واحد منهم، وكلهم بيفضلوا يصرخوا لأنها بتخلص عليهم واحد واحد. فمش بتقدر صوفيا تفضل قاعدة بتتفرج، وعلى طول بتلبس بدلة الغطس وبتنط في المية. حاولت جايد تمنعها ولكنها ما عرفتش، ولما نزلت صوفيا للمية بتفضل تعوم لحد ما فجأة بتلاقي دراع، وبتلاحظ انه دراع جوزها كريس. فبتعوم لحد ما بتقدر توصل عند ليليس، وليليس بتقرب جدا منها وبتتحرك ببطء شديد جدا من جنبها ومش بتهجمها. ففجأة بتبعد ليليس عنها وبتبص على صوفيا، وبتفهم صوفيا انها هتبدأ في الهجوم. فبتمسك صوفيا مسدس الخطاف اللي معاها عشان تدافع بيه عن نفسها، وبتهجم ليليس وبتضرب صوفيا الخطاف وبتقدر تسيبها. ليليس كانت سريعة جدا والسهم ما قصرش فيها، وخلت ليليس رجل صوفيا تشبك في شبكة الصيد وبتسحبها لعمق المحيط. وبتفضل ليليس تسحب في صوفيا بسرعة شديدة جدا وبتنزل بيها لعمق كبير في المية. صوفيا بتبدأ إنها تتعب وبتنزل دم من مراخرها ودانها وبقها بسبب ضغط المية عليها. هنا صوفيا بتفتكر إن معاها سكين، فبتجيبها من رجلها وبتقطع الشبكة. بعد ما بتقدر صوفيا تفك نفسها بتعوم بسرعة لفوق المية، وبنشوف الدم اللي بينزل منها ومش بتستسلم برضه. صوفيا قدرت تطلع من المية وقدرت تنجو بحياتها من ليليس. بعد 3 سنين من اللي حصل ده بنروح لمدينة باريس، بنشوف شابين بيصطادوا أي حاجة يقدروا يبيعوها من النهر، لأن بيبقى فيه حاجات يقدروا يستفادوا بيها وبتمنها. وبينزل واحد من الشابين سنارته عشان دوره في الاصطياد، بيلاقي الشاب اللي نزل السنارة حاجة شبكت فيها وبتكون حاجة تقيلة، فبيطلعها الشابين مع بعض، ولما بيطلعوها بيتصدموا لأنها بتكون شبه القنبلة. وعلى طول بيتصلوا برجالة الشرطة، وبتوصل الشرطة وخبراء المتفجرات للمكان، وقدروا يسيطروا على الموضوع وعطلوا القنبلة. بنشوف شرطي من الموجودين اسمه عادل بيعمل لقاء صحفي، وبيسألوا الصحافة عن القنبلة وازاي جت. فعرفهم عادل انهم بيلاقوا كتير جدا من القنابل اللي زي دي في النهر لانهم موجودين من الحرب العالمية التانية. وبتنادي مسؤولة الشرطة على عادل وقالت له انها هتهتم بالصحافة وهو يشوف شغله. وبنروح لمركز العينات البحرية، والمركز ده للرحلات المدرسية للأطفال والكبار، بيدرسوا فيه حياة البحر والكلام ده كله. بنشوف إن صوفيا بقت شغالة في المركز ده وبتعرف الطلاب على الأسماك. صوفيا شجعت الطلاب إنهم ينقذوا الأسماك والحياة البحرية، لأن بدون أسماك التوازن هيبوظ في العالم. فبيقطع طالب من الطلاب كلامها وبيسأل صوفيا لو فعلا الطاقم بتاعها القروش كلته. بنشوف إن صوفيا مش بترد على سؤاله وكانت بتبكي، فعلى طول خدت نفسها ومشيت لأن الأطفال بدأوا يضحكوا عليها. وفجأة بيوقفها واحدة جت وراها اسمها ميج، وعرفتها إنها من أشد معجبينها وإنها بتتابع كل حاجة ليها. فما اهتمتش صوفيا وقررت إنها تمشي، فبتنطق ميج كلمة MM7، والكلمة دي هي الاسم اللي العلماء بيقولوه على القرش ليليس. فبتقف فعلا صوفيا وخدتها ميج معاها وعرفتها إنها توديها مكان تقدر تعرف منه مكان ليليس. وفعلا بعد ما بيروحوا للمكان ده بتتصدم صوفيا لما بتدخله، لأن كل اللي فيه مهتمين بالموضوع، وكانوا كلهم شباب مهتمين برضو بالحياة البحرية، ولكن المكان ده بدون ترخيص حكومي، فلو اتمسكوا هيتسجنوا كلهم. بتاخدها صوفيا عند واحدة صاحبتها اسمها بن هاكر، وبتفهم في أنظمة الاختراق
ووريتهم بين المنطقة اللي ليليس موجودة فيها والصدمة لما بيشوفوا إن ليليس اتعدت المحيط الهادي، وحاليا هي في باريس عند نفس النهر اللي الشابين كانوا بيصطادوا منه. لكن صوفيا عرفتهم إن ده مش معقول بشكل نهائي، وأكيد ليليس هتموت لأنها سمكة قرش وأكيد مش هتتكيف مع المية العذبة اللي في النهر. لكن بين صدمتها وعرفتها إن أصلا في نوع من القروش بيقدر يعيش داخل المية العذبة وأكيد ليليس منه، ميج قالت لهم أكيد هي سابت المحيط بسبب التلوث اللي فيه، وأكيد يعني وهي بتدور على منطقة جديدة في المحيط جت باريس بالغلط وتاهت. ميج طلبت منهم إنهم لازم يرجعوها للمحيط الهادي من تاني في أسرع وقت، وقالت ميج لصوفيا إنها هتعوم هي وبين في النهر ويشوفوا ليليس، وبتطلب منها تيجي معاهم عشان يمكن تفيدهم في أي حاجة ويرجعوها للمحيط. صوفيا رفضت وقالت لها إن ليليس مش مسالمة وإنها خطرة جدا، فبتيجي صوفيا ماشية وبتوقفها ميج وعرفتها إن في شخص عمل حادثة وقع في النهر، ولما الشرطة دورت على جثته ما لقيوش أثر ليه، وأكيد يعني ليليس كلته، وإنها لازم تساعدهم عشان ليليس ما تخلصش على حد تاني. لكن صوفيا طبعا ما اهتمتش ومشيت، وبترجع صوفيا لبيتها وبتتفرج على آخر فيديوهات ليها مع الطاقم بتاعها على المركب، ومش بتقدر تكمل لأنها بتيجي عند الفيديو اللي ليليس بتاكل كريس فيه وبتنهار، وكانت صوفيا شكة إن القرش في نفس المنطقة اللي ميج قالت عليها. صوفيا قررت تتأكد بنفسها وشافت على اللابتوب بتاعها إن ليليس فعلا موجودة في نهر باريس ده. بنرجع لبين وميج، وكانوا وسط النهر اللي فيه القرش ووقفوا تحت كوبري فوق النهر، وقررت ميج تنزل المية لوحدها، وبعد ما نزلت بتبدأ إنها تدور على أي حاجة، وبتوصل للعربية بتاعت الراجل اللي عمل حادثة، ولقيت ميج في العربية علامات سنان قرش وبتحس بحركة وراها وبتخاف جدا. عند بين من فوق بتلاقي مركب دورية الشرطة بيعدي وبتحاول إنها تشد الحبل اللي ميج مربوطة فيه. بين مش بتعرف تطلع صاحبتها فبتهرب هي وبتسيب القار، فبتبص ميج فوقها وبتلاقي مركب الشرطة فوقها بالظبط، وقررت إنها تطلع. الشرطة قبطت عليها وصاحبتها بين شايفاها ومش بتعرف تتدخل، وفي الوقت ده بتكون صوفيا وصلت لعند الكوبري وبتشوف ميج بيتقبض عليها. بعد ما الضباط قبضوا على ميج خدوها عشان يودوها لقسم الشرطة ويتم التحقيق معاهم، لكن في طريقهم وقفوا الناس متشردين وادولهم هدوم وبطاطين، وبيكون الضابط عادل مع الدورية، وبعد كده بيكملوا طريقهم لقسم الشرطة. صوفيا بتتعقب مكان سمكة القرش لحد ما بتوصل لنفس المكان اللي كان فيه المتشردين، وبتشوف كلب واحد من المتشردين قاعد بينبح على حاجة في المية، ومش بنلاقي ولا واحد من المتشردين اللي كانوا موجودين في المكان، وبنشوف القرش وهو بيعوم تحت المية بعيد عن صوفيا، وبكده احنا فهمنا مصير المتشردين اللي اكيد القرش كلهم. في اليوم التاني في النهار بتكون ميج في قسم الشرطة من ليلة امبارح وبيحقق عادل معاها، وكان شاكك فيها انها نازلة النهر بسبب الحادثة اللي حصلت من كام يوم، فبتسكت ميج دقيقة وبتضطر انها تعترف له ان في سمكة قرش في النهر. طبعا عادل مش بيصدقها وبيأمرها تقول الحقيقة. مرة واحدة بيدخل واحدة من الضباط وبتقول لعادل انه يجي معاها حالا لان في حالة طوارئ. صوفيا من ليلة امبارح كانت بتتعقب سمكة القرش ليليس. صوفيا قدرت انها توصل لاخر مكان سمكة القرش واقفة فيه ومش بتتحرك، بيكون في طفلة قاعدة بتلعب ناحية المكان ده وبتزعق فيها صوفيا وخلتها تخرج، فوالد الطفلة اتعصب وخد بنته وقرر يمشي. موبايل صوفيا بيرن، بنشوفها بعد شوية مع الضابط عادل وخدها عشان يوريها حاجة لان ميج طلبت انهم يجيبوها، فبتعتذر لها ميج انها اتصلت عليها وجابتها، وبتقول لها انها كانت مضطرة. فبيوري عادل لميج جثة واحد من الرجال المشردين بتوع امبارح، وبيعرفها انهم لقيوه في المية بالشكل ده وكان جسم الراجل متقطع، وسألها لو ده بسبب قرش كله او حاجة زي كده، فأكدت له صوفيا ان اللي حصل في الراجل ده كله بسبب القرش. فبيضطر الضابط عادل ياخدهم مع القائدة الشرطة عشان يعرفوها بموضوع سمكة القرش، ولما بيوروا صور جثة الراجل اللي مات لقائدة الشرطة مش بتصدق الموضوع، وقالت القائدة ان اكيد اي حاجة خلصت عليه ما عدا سمكة قرش وبتحاول تكذبهم. لكن صوفيا بتعرفها انها بتتعقب سمكة القرش دي بقالها سنين، واكيد هي ما غلطتش المرة دي، وبتأكد لها ان القرش في النهر. فأمرت القائد عادل انه ياخد فرقة الضباط بتوعه وياخد صوفيا معاه ويروحوا للمكان اللي الكمبيوتر مطلع فيه القرش، والقائدة قالت له انه فعلا لو لقي سمكة قرش زي ما صوفيا بتقول يتعامل معاها فورا. وبعد كده عادل وفريقه بدأوا يجهزوا وبياخدوا مركب من مراكب الشرطة، وركبت صوفيا معاهم وبدأوا يتحركوا وبتدلهم على مكان تعقب القرش من الجهاز اللي متوصل باللابتوب بتاعها. بنشوف ان ميج ماشية من وراهم على الشارع ومحدش شايفها من الشرطة. بعد ما بتدلهم صوفيا على مكان القرش المحدد، عادل بيجهز الفريق بتاعه وبيلبسهم بدل الغطس. صوفيا بتلاحظ ان القرش ثابت في مكانه وبتسأل عادل عن عمق النهر، وعرفها ان عمق النهر 5 متر، فبتستغرب صوفيا لان المفروض يكونوا شايفين القرش اصلا لان العمق مش كبير. فبيقول لها عادل مش يمكن ما يكونش فيه سمكة قرش اصلا، ومن الاخر بيكذبها في كل حاجة. بعد ما الفريق بيجهز كل الادوات بيغطس في المية، فرقة الشرطة بعد ما نزلت للمية فضلت تدور على سمكة القرش في المية، فجأة بيلاقوا سمكة كبيرة جسمها متاكل بطريقة وحشية،
وبيستغربوا برضو إن السمكة دي جت من المحيط لهنا. في الناحية التانية مع ميك بتتصل ببن صاحبتها وقالت لها تعطل لصوفيا الإشارة بتاعت السمكة من عندها. بن قالت لها إنها كانت ممكن تموت الناس اللي عندها، لكن ميك قالت لها إنهم يموتوا لكن ما يخلصوش على القرش لأنهم هيخلصوا على البيئة. فبتضطر بنت تعمل كده وهي مخصوبة عشان ما تزعلش صاحبتها منها. وفعلا الإشارة بتقطع مع صوفيا. طلبت صوفيا من عادل يخرج الفريق. الضباط من تحت حسوا بحاجة بتلف من حواليهم وبيبتدوا إنهم يترعبوا جدا، وبيقدر عادل إنه يخرجهم كلهم على آخر لحظة قبل ما يموتوا من القرش. ولما الفريق طلع كلهم أكدوا لعادل إنهم حسوا بحركة حاجة في الماية وإن ممكن يكون قرش فعلا. وطلبت واحدة من الشرطة من عادل يشغل سونار القارب على الماية ويتأكد لو في حاجة كبيرة فيها. فعلا عادل بيروح يشغل الجهاز وبيكتشف فعلا ان في حاجه جسمها كبيره في الميه. فعلى طول بيزعق عادل في صوفيا وبيقول لها انها كانت هتموت فريقه كله، واكيد هي كمان اللي خلت الجهاز يفقد الاشاره. وحط عادل ايده على صوفيا عشان ينزلها عند الشارع، لكن صوفيا زعقت له وقالت له يبعد عنها. وفجاه مراخير صوفيا بتنزل دم، وبنعرف انها لسه ما اتعالجتش من يوم الحادث اللي حصل لها مع فريقها. وبتقول له صوفيا انها هتنزل لوحدها، وفعلا بتروح تنزل. فلما بتطلع صوفيا للشارع بتشوف ميج، وميج بتطلع تجري على طول لما بتشوفها. فبعد شويه بنشوف صوفيا وهي رايحه المكان اللي خدتها ميج ليه قبل كده، وفعلا لقيتها ولقيت بن. وزعقت صوفيا في ميج على انها وقفت الاشاره، وقالت لها ان كان ممكن الفريق ده كله يموت زي ما حصل للفريق بتاعها. لكن ميج اتعصبت وقالت لها ان الفريق بتاعها مات بسببها وانها ما كانتش معاها. فبتعتذر لها ميج، لكن صوفيا طلبت منها ما تفكرهاش بذكرياتها تاني وبتمشي. بنرجع لعادل في قسم الشرطه مع القائده. بيطلب عادل من القائده انهم يعملوا حاله الطوارئ في المدينه عشان يقدروا يخلصوا على القرش، لكن القائده بترفض. وبنعرف منها ان في احتفال كبير جدا اسمه الترياتلون هيتعمل بعد كام يوم، واكيد مش هيوقفوه. والمشكله الاكبر ان الاحتفال ده بيكون عباره عن سباق سباحه في النهر بتاع المدينه اللي القرش فيه، وعرفته ان عمر ما العمده هتوافق انها توقف الحفل ده لان هيجي صحفيين من جميع انحاء العالم يصوروه، وكمان الميزانيه اللي اتحطت في الحفل كبيره جدا ومستحيل يوقفوا. وقالت له القائده انها هتزود رجاله الامن في الحفله وخلاص يكبر دماغه وبتقوم تمشي. في نفس اليوم ده بالليل بنشوف ميج عامله لايف على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وبتعرف ميج كل الناس ان في سمكه قرش في النهر، وبتقول للناس انهم لازم ينقذوا سمكه القرش دي ويرجعوها للمحيط من تاني وما يخلصوش على الحياه البحريه. وبتفكرهم ان الصيادين بيخلصوا كل سنه على اكتر من 100 مليون سمكه قرش وانهم ما يبقوش زيهم ولازم ينقذوها. في الوقت ده بنشوف عادل في مكتبه وبيعمل سيرش على صوفيا وبيعرف كل حاجه حصلت لها. قرر عادل انه يروح يقابل صوفيا، وفعلا بيروح لها لمكان شغلها وبيعتذر لها عادل وقال لها انه ما كانش قاصد يزعلها منه، وقال لها انهم ممكن يتكلموا مع عمده المدينه بذات نفسها ويعرفوها بموضوع القرش. في اليوم التاني بيروحوا يقابلوا عمده المدينه مع قائده الشرطه، وطلبوا من العمده انها توقف الحفل ده لان في سمكه قرش كبيره في الميه، لكن العمده رفضت انها توقف الحفل. وبتوريهم مجسم للمدينة وشكلها هيكون عامل ازاي يوم الحفل، وبتعترف لهم ان مصروف على ميزانية الحفلة دي 1,700,000,000 دولار، وامرتهم انهم يخلصوا على سمكة القرش دي وخلتهم يمشوا. بعد كده صوفيا وعادل بيجهزوا الفريق اللي هيختص في المية. بعد ما جهزوا اديتهم صوفيا شوية تعليمات وعرفتهم انها مش معاها جهاز تعقب تاني وانه فصل، وان في حل انهم يحاولوا يستدرجوا القرش ما بين جسرين، وبالتالي القرش هيتزنق ما بين الجسرين، وبعد ما يقدروا يمسكوه هيودوه للمينا، وبعد كده معهد علم المحيطات يشوفوا هيعملوا ايه فيه. بعد كده بتاخد صوفيا عادل وبتوريه فيديو ازاي يقدر يتعامل مع القرش لو مسكه، وازاي يحقنه بالحقنه اللي هتنيمه. فجاه بتوقف بين كلامهم وبتعرفهم انها جايه تعترف لهم بحاجات خطر، فخدوها للمكتب عند قائده الشرطه وبداوا يسالوها جايه تقول ايه. فبتعترف لهم بين ان القرش ده حاليا مش في النهر، ولكنه بيعوم في مكان تحت المدينة اسمه سراديب الموتى، وده مكان يعتبر زي الصرف الصحي كده. وبتعرفهم بين ان ميج مجمع ناس كتير جدا عشان توريهم سمكة القرش ومفهمهم انها بتقدر تتواصل معاها. وبتقول بين كمان انها قدرت ترجع الاشارة تاني، وبيكتشفوا فعلا انها في سراديب الموتى. وفي الليل الشرطة بتتحرك وصوفيا بتكون معاهم، وقدروا يوصلوا لسراديب الموتى ودخلوا من فتحة صغيرة كده بتقدر تعديهم. وبنشوف ميج اللي بتكون مجمعه فعلا ناس كتير، وخطتها انها تنزل وتعامل القرش على اساس انه دولفين وتلعب معاه، وده كله عشان تظهر لهم انه مش مؤذي ويستحق الحياه. بتحاول بنت تقول لصاحبتها توقف اللي هي هتعمله ده، لكن ميج اللي في دماغها في دماغها وقالت لها انها تنزل كده كده. بتبدا ميج تنزل للميه عشان تبدا العرض بتاعها. الشرطه بيقدروا يحددوا المكان اللي الناس فيه، وطلب عادل في اللاسلك الدعم لان في ناس كتير، وقال عادل لفريقه انهم لازم يخرجوا كل الناس دي بدون ما يحصل اي اخطاء. وفعلا بيدخلوا لعند الناس وبيطلبوا من الكل يهدوا ويفضلوا لازقين في الجدار عشان ما يوقعوش في الميه.
صوفيا قالت لميك تخرج من المية لأن ليليس خطرة وهتأذيها، لكن ميك برضو مش بترضى تخرج. والمشكلة الأكبر إن فجأة القرش بيظهر جنب ميك، والكل بيتصدم لما بيشوفوا زعانف قرشين مع بعض، وبيتأكدوا إن ليليس كانت حامل وولدت. ميك بتحط إيديها على ليليس وهي مديالها الأمان، لكن ميك بتقول لها إنها مش طيبة وإنها هتموتها وبتطلب منها تخرج، لكن ميك ما سمعتش لكلامها وقالت لها إنها ما أذتهاش أهي ولا عملت لها حاجة. فجأة القرشين بيلفوا حوالين ميك وبينزلوا بسرعة كبيرة لتحت المية. صوفيا بتقسم لميج إنهم هيهجموا عليها دلوقتي وطلبت منها تطلع حالا، فمش بترضى ميج إنها تطلع برضه، فبيضطر عادل في الوقت ده يتدخل وبيربط على نفسه حبل عشان صحابه يسحبوه وبينط في المية. ولما بيروح لها عادل مش بترضى ميج تطلع معاه وبتبعد عنه. فجأة بيجي من تحتها سمكة القرش وبتبلع ميج قدام كل اللي موجودين، والكل طبعا بيخاف وبيحصل حالة فوضى ما بينهم، وبيحاولوا كلهم يوصلوا للمخرج ويهربوا، لكن الأرض بتكون بتزحلق وأغلبية الناس بيقعوا في المية. بنشوف ناس من اللي وقعوا في المية بيبدأوا إنهم يتاكلوا من أسماك القرش. بنشوف بين اللي وقعت وسط الناس دي واتخبطت في دماغها وغمى عليها، للأسف بين هي كمان غرقت وماتت غرقانة. بيكون في واحد من الشرطة نزل عشان يلحق الناس اللي في المية، وبيطلع عادل مسدس وبيضرب على القرش عشان يبعده عن صاحبه، لكن القرش هجم على الشرطي وكل درعه قدامهم وسحبه للمية. فقدر الضابط إنه يطلع من تاني من المية، وبيحاول صحابه يخرجوه من المية، لكن مرة واحدة القرش بيجي تاني وبيبلعه. بنشوف الناس بعد ما قدرت إنها تخرج من السراديب الموتى وهربوا، بنشوف الناس كلها وهي في مستشفى وبيحاول عادل وصوفيا يساعدوهم. بتقعد صوفيا وهي شايفة الناس وشايلة الذنب إنها ما قدرتش تساعدهم، لكن عادل بيهديها وبيقول لها إن ده مش ذنبها. بتقطع كلامهم واحدة من الضباط، طلبت منهم يجوا معاها بسرعة وخدتهم لمكان سراديب الموتى، ووريتهم إن القرش اللي ليليس خلفته ميت، فخدته صوفيا للمختبر عشان تفحصه وتفهم جسمه وكل حاجة فيه. صوفيا بتقدر تفهم الطريقة اللي القرش قدر يتكيف فيها في المية العذبة، وبتوري لعادل إن تحت بقه حاجة بتخليه قادر يتكيف مع المية العذبة والمالحة، وبيسألها عادل طيب إيه اللي جابهم للمدينة وبالتحديد لباريس. فعرفته صوفيا إن ليليس جت المدينة عشان ما حستش بالأمان في المحيط، وإنها أكيد هتتكاثر في سراديب الموتى وده احتمال كبير، وهترجع للمحيط من تاني. فبتفتح صوفيا بطن القرش ده بالمشرط وبتلاقيها إنها أنثى وكانت حامل، والمشكلة إنها مش بتلاقي لا سمكة ولا اتنين، دي بتلاقي عدد كبير جدا من السمك الصغير في بطنها. فبتستغرب صوفيا وبتشوف سنان القرش من تاني، وبتلاقيها إنها ما كملتش شهرين، وبتكتشف مشكلة أكبر إن أصلا القروش دي مش محتاجة ذكر عشان تولد ولا إنها تكبر عشان تحمل، لكن هما بيحملوا تلقائيا من تلقاء نفسهم. وهنا بتفهم صوفيا إن ليليس من نوع قروش جديد أول مرة يكتشفوه في العالم، وإن المشكلة هنا بقى إن القروش دي لو ما خلصوش عليها في أسرع وقت هيتكاثروا بطريقة كبيرة جدا، وهيغزوا كل المحيطات اللي في العالم ويخلصوا على كل حاجة. فقرروا إنهم يروحوا للعمدة في تاني يوم مع قائدة الشرطة ورئيس الحكومة كان موجود كمان. والعمدة لما بتعرف كل حاجة عن نوع القرش ليليس بتعرفهم إن الحفلة مفيش قدامها غير 24 ساعة بس، وإنهم لازم يخلصوا من القروش زي ما قالت لهم. لكن صوفيا اتعصبت على العمدة بسبب إنها مش مهتمة إن ممكن ناس كتير تموت بسبب القروش دي، لكن العمدة أمرتها تخرج من المكتب بتاعها، وبتعرفهم العمدة إنها هتخلي الجيش يأمن الحفلة بشكل كويس جدا. بتطلع العمدة على التلفزيون وبيسألها المذيع لو فعلا في قروش في النهر، لكنها بتقوله إنه لو في فهم حاطين حماية على أعلى مستوى، ولو مفيش فأكيد كانت إشاعات. بنروح لعادل وفريق الشرطة وصوفيا في الكافيه، وبيكونوا كلهم متضايقين إنهم مش عارفين يعملوا حاجة بسبب العمدة، لكن عادل وصوفيا قرروا إنهم ما يستسلموش ويعملوا حاجة ينقذوا بيها الناس. بيجمع عادل الفريق بتاعه ورئيس الشرطة وبيعرفهم هو وصوفيا الخطة بتاعتهم، وبيوريهم اتنين من خبراء المتفجرات هيشاركوا معاهم، كل واحد في المهمة دي بياخد دوره. وبينزل عادل وصوفيا واتنين كمان لمية النهر، وبيروحوا لعند سراديب الموتى من تاني، وبيكون معاهم جهاز بيطلع موجات صوتية تشبه أصوات القروش، وده عشان يقدروا يخلوا القروش كلها تتجمع في مكان واحد. فوق النهر بنشوف إن الحفلة بدأت، وبنشوف الجيش والشرطة والقوات الخاصة كمان بيأمنوا المكان، وبنشوف حجم كبير جدا من الناس موجودين في كل الشوارع وجنب النهر. وبتيجي العمدة وبتسلم على الكل وبتعمل لقاء صحفي، بيسألها الصحافة لو فعلا في أسماك قرش، لكنها أنكرت ده كله وقالت مفيش حاجة وكل ده إشاعات. مع عادل وصوفيا كانوا تعبوا لأنهم ما قدروش يكذبوا ولا قرش واحد، فقرر عادل إنه خلاص يطلع ويقول للضباط اللي معاه على موقعه. ولما بيفتح عادل نور لونه أحمر وبيبص فوقيه بيتصدموا هما الاتنين، لأنهم لقيوا عدد كبير جدا من القروش وإنها لحقت تتكاثر بسرعة، فقرروا إنهم يفضلوا يكملوا الخطة. مع العمدة بتضرب نار وبيبدأ سباق النهر ما بين المتسابقين، وبنشوف عدد من المتسابقين كبير جدا في النهر. عادل وصوفيا واللي معاهم بيتحركوا لمنطقة معينة وبيشغلوا جهاز الاستشعارات ده عشان يجذبوا ليليس لعندهم، لكن فجأة مش بتيجي ليليس لوحدها، لكن بيجي معاها قروش تانية كبرت بسرعة، وفجأة القروش بتهجم على واحد من الفريق وبياكلوه كلهم مع بعض،
وبيدخلوا على التاني من المجموعة، وكذلك برضو بيأكلوا كلهم مع بعض وبيخلصوا عليه. عادل وصوفيا بيحطوا متفجرات بسرعة وبيعوموا بسرعة بعيد وبيفجروا المتفجرات، وبنشوف انفجار ضخم جدا تحت المية، فبتقدر صوفيا وعادل انهم يخرجوا، ولكن عادل بيكون تعب جدا فبتديه صوفيا للضباط اللي في القارب اللي مستنيهم. صوفيا بتنزل تاني للمية عشان تتأكد لو القروش ماتت من الانفجار، لكن فجأة ليليز ظهرت قدام صوفيا وطلع انها ما تأثرتش بالانفجار، لا هي ولا القروش اللي معاها. ليليز مش بتقرب من صوفيا وبتتجه عند المتسابقين اللي في السباق، فبتخرج بسرعة صوفيا وبتقول لهم ان ليليز لسه عايشة، لكن فجأة ليليز بتضرب القارب وبتنط وبتخليهم كلهم يتقلبوا في المية. بنشوف ليليز وهي بتقسم جسم واحد من الشرطة وبتاكل الشرطية التانية، وبكده فريق عادل كله مات ومفيش غيره هو وصوفيا. عادل وصوفيا طلعوا على القارب وهو مقلوب والقرش فضل يلف من حواليهم، لكن فجأة بتركز ليليز مع المتسابقين، لكن القرش بالغلط جسمه بيشبك في شبكة وبيخلي حركته وهو بيتحرك معروفة قدام الكل. قرر عادل وصوفيا انهم يعوموا بسرعة ويلحقوا الناس، لكن للأسف بتكون ليليز وصلت عند المتسابقين وبتبدأ انها تاكل فيهم واحد واحد. فالجيش بيتدخل هنا وبيطلقوا نار على ليليز في المية، لكن بتأمرهم قائدة الشرطة يوقفوا إطلاق النار بسبب ان في متفجرات في المية. بنشوف ليليز اللي تحت المية وهي بتجري من الرصاص، وحرفيا ولا رصاصة جت فيها. عادل وصوفيا الجيش بيطلعهم على المراكب بتاعتهم وبينقذوهم. بنشوف قنبلة تحت المية جه فيها طلقة وبدأت في الانفجار، بتبدأ الجسور انها تتدمر حرفيا، وبيحصل انفجارات كبيرة جدا في المية بسبب ان كل القنابل بدأت تنفجر، وده اللي خلى منسوب مية النهر يعلى بشكل كبير، والمية بتدخل على المدينة وبتغرقها، وبنشوف ان الكل غرقان في المية ومحدش نجي منها. عادل وصوفيا قدروا انهم يطلعوا من المية على مبنى من المباني، وبيبصوا حواليهم وبيتصدموا من كمية القروش اللي بتلف حواليهم، وهنا الاتنين فهموا ان مفيش مهرب وان القروش استولت على النهر ومدينة باريس بشكل كامل. وهنا بنكون وصلنا لنهاية فيلمنا. لو عجبك الفيلم ما تنساش اللايك والاشتراك. شكرا على المشاهدة وسلام يا صديقي.